اليوم الآن الإجازة تنظم لقاء أو ندوة دراسية حول إشكالية الجودة في المؤسسات التعليمية ومسألة تقييم المؤسسي. بالنسبة لهذه الندوة سيتدخل فيها يعني دكتور من سلطنة عمان ليقدم نموذج في تصنيف المؤسسات. هذا النموذج هو نموذج عالمي انطلاقا من تجارب عالمية. في نفس الوقت سنقوم بإعطاء نبذة للطلبة حول نماذج تقييم المؤسسات التربوية بالمغرب وحول مسألة الجودة والأطر المرجعية للجودة في المؤسسات التعليمية، وكل هذا يندرج في إطار الدروس التي يتلقاها الطلبة حول موضوع التعليم المقارن ولا التربية المقارنة بصفة عامة. إذن نتمنى أن يستفيد الطلبة من هذه الندوة التي ستكون يعني إن شاء الله مؤطرة من طرف متدخلين، ونشكركم جزيل الشكر. طبعا اليوم عبارة عن رحلة إلى التقييم المؤسسي والجودة، في طبعا مفاهيم وأيضا تجارب سننقل بإذن الله تعالى بعض المعلومات والمعارف لطلبتنا من أجل الوصول إلى رسالة واحدة، وهي أن الجودة مسؤولية الجميع، سواء كنا في إدارة المدرسة، سواء المعلم، سواء ولي الأمر، سواء أيضا المنهج المعد لأجل الوصول إلى الغاية المنشودة من مخرجات الطلبة.